فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ إذا استسقى في الخطبة يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا استسقى في خطبة الجمعة. أما في غير الاستسقاء فلا يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة، ولا يجوز للحاضرين أن يرفعوا أيديهم، هذا بدعة ينكر عليهم. نعم.